ايه علامات الدوره الغير صحيحه؟ عشان في مفهوم خاطئ ان واحده تقول لي انا من ساعه البلوغ لغايه دلوقتي الدوره بتقعد عليا 10 ايام وده عادي. الكلام ده غلط. اعرف الاول السليمه، الدوره السليمه بتقعد من يومين لسبعة ايام، ما تقلش عن يومين وما تزيدش عن سبعة ايام. الدوره السليمه بتيجي كل 21 يوم ل 35 يوم، ما تبدرش عن 21 يوم وما تزودش عن 35 يوم. الدوره السليمه ما يبقاش فيها قطع دم، تلاقي قطع كده متجلطه، ده معناه ان عندها نزيف. برضو الدوره السليمه ما تبقاش نقط، المعقول دايما يعني لا تبقى نقط ولا تبقى قطع، هي ديت الدوره السليمه.